كانت خصوصية خاتم الأنبياء الرسالية التاريخية التي تميز بها هي إنقاذه للإمامة الإبراهيمية من التحريف القريشي وتحرير دين إبراهيم من بدع وتحريفات قريش المشركة، وترك أمرين قيمين مهمين بعده، هما كتاب الله وعترته أهل بيته تحمل سنته الصحيحة، وأخبر أنهما لن يفترقا حتى يرد عليه الحوض، وأن من تمسك بهما أمن من الضلالة، ومن تركهما ضل وهوى. نهض النبي محمد صلى الله عليه وآله في مكة لإحياء دين جده إبراهيم الذي حرفته قريش، رافعاً شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله. واتفقت قريش على اغتياله سراً، فخرج إلى بلد أنصاره يثرب، وأحست قريش بخروجه فلحقته وأدركته في غار جبل ثور، وأخفى الله تعالى أثره وصرفهم عنه ونجاه منهم، ووصل إلى المدينة وانطلق منها ينشر دين جده إبراهيم والرسالة الإسلامية السامية. وفي زمن بني أمية تعطل القرآن وحرفت السنة النبوية، ولم يعودا ينفعان في الهداية إلى دين الله. ونهض الحسين وأنقذ بنهضته الإمامة الإبراهيمية بعد النبي جده من التحريف الأموي، وأنقذ دين محمد صلى الله عليه وآله من بدع وتحريفات قريش وبني أمية باسم الإسلام، وأحيا الأمرين النفيسين اللذين خلفهما النبي صلى الله عليه وآله من بعده، وهما كتاب الله وعترته أهل بيته، وأعاد لهما فاعلية الهداية. فالقول في الزيارة الشريفة السلام عليك يا وارث محمد، معناه السلام عليك يا من بقيت الصفة الرسالية التاريخية الهادية لمحمد صلى الله عليه وآله به. وصار من ينظر إلى الحسين عليه السلام فكأنه نظر إلى النبي صلى الله عليه وآله من زاوية هذه الخصوصية الهادية. وتأكيد ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين. ونهضة الحسين عليه السلام في مكة لإحياء دين جده محمد صلى الله عليه وآله الذي حرفته بنو أمية، رافعاً شعار لو لم يكن لي في الدنيا ملجأ ما بايعت يزيد. وقررت السلطة في الشام قتله غدراً في موسم الحج، ووصل الخبر إلى الحسين عليه السلام فخرج إلى بلد أنصاره الكوفة، ثم حاصرته الجيوش الأموية في العراق، وشاء الله أن يترك الحسين عليه السلام لهم ليبدو منه عظيم الجهاد، وليتضح منه صدق قيامه لله تعالى في أحرج ظرف خير فيه بين الحياة الذليلة والموت الكريم، فاختار الموت الكريم شهيداً مظلوماً، وجعل الله تعالى شهادته أوسع لافتة للهداية، وافتضح بنو أمية، وأحبط الله تعالى خطتهم التي استهدفت تربية الجيل الجديد على الاعتقاد بأن يزيد وأباه معاوية أئمة هدى يقودون إلى الله تعالى، وأن علياً عليه السلام ملحد في دين الله يجب لعنه والبراءة منه. وانفتح الناس من جديد على إمامة علي عليه السلام الهادية عن طريق انتشار أحاديث النبي صلى الله عليه وآله فيه وفي أهل بيته، انتشاراً ملأ الدنيا من خلال كتب الحديث عند الخاصة والعامة. وبهذا يكون الحسين عليه السلام نظير النبي صلى الله عليه وآله في منطلق حركته وشعارها وموقف قريش منها والتخطيط لاغتياله سراً والهجرة إلى بلد الأنصار وتحقيق الهدف من النهضة.